السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وحياكم بياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم آمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. أعني اجتماعنا في سماع هذه الكلمات، في سماع حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، في سماع آيات من كتاب الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى يجعله اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا بعد تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا ويرحمنا برحمته. وصلنا إلى الحديث 33 من الأحاديث 40 التي جمعها الإمام أبي زكريا يحيى بن زكريا النووي رحمه الله تبارك وتعالى، ومتوفى سنة 76 من هجرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث 33 عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث أخرجه الإمام البيهقي وهو في الصحيحين بلفظ آخر. الدعوة غير الدعوة، الدعوة وهي الادعاء على الناس ومجموعها دعاوى، أما الدعوة إلى طعام إلى عرس إلى دعوات جمعها، فتختلف الدعوة عن الدعوة. المهم نحن عندنا الدعوة وهي الادعاء على الناس. هذا الحديث حقيقة يعني فيه بيان أصل عظيم في التقاضي بين الناس، وأنه لا تقبل دعوة إلا ببينة، وإلا لو كانت الأمور كما يقال سبهللة لا يحتاج إلى بينة، كل يدعي على كل. ولذلك جاء الإسلام بطلب الإثباتات والديون وغير ذلك. يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ويقول: استشهدوا شهيدين من رجالكم. وهكذا طلب الشهود، طلب حتى الإنسان يوثق ما له وما عليه، حتى في عقد الزواج وضع الشهود، حتى في الطلاق وضع الشهود، وهكذا. فأما الدعاوى المطلقة المرسلة هذه التي ليست لها بينات كما قيل: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء، ما يكفي، لابد أن تكون هناك بينة. ولذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر ليقتطع فيها حق امرئ مسلم هو فيها فاجر، يعني بهذه اليمين لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين صبر، صبر يعني احتبس عليها، يعني ملزم عليها، متأكد منها، جازم بها، قال هو فيها فاجر، هو يكذب بهذا. طيب ما السبب؟ قال ليقتطع بها مال امرئ مسلم. بعض الناس لا يهمهم، المهم أن ماذا يحصل، وهذه تسمى اليمين الغموس، وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم كما نغمس الخبزة في المرق، هكذا يقول أهل العلم، تغمس صاحبها في النار. قال لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. انظروا كم رتب الله جل وعلا من عقوبة على مثل هؤلاء. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، أي حلفهم، ثمنا قليلا، مهما كثر هو قليل، لأن الدنيا كلها قليل، قل متاع الدنيا قليل مهما بلغت، هذه الدنيا هو قليل، بل وسفه وقلة عقل وضعف دين. لماذا؟ لأنه كمؤمنين نحن نؤمن أن أرزاقنا مكتوبة، والله لا تزيد فلسا ولا تنقص فلسا أبدا، وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامقي. أي شيء من المال كتبه الله لي سيصلني، بعز عزيز أو بذل ذليل سيصلني، لأن الذي كتب هذا هو الله
الذي إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والله لا يزيد فساد. حتى شوفوا الآن التجار الذين هم عندهم أموال يعني كما نقول يعني كثيرة جدا، أغنى أغنياء الدنيا، إن كانوا صالحين فهم تجار، وإن كانوا فاسدين فهم تجار، وكله من الله سبحانه وتعالى. كتب الله للصالح أن تكون عنده هذه الأموال، وكتب للطالح أن تكون هذه الأموال عنده. فلو هذا الطالح مثلا لم يسرق ولم يغش ولم يرشي ولم يرتشي أيضا سيكون غنيا، لأن هذه الأموال مكتوبة له. ما أجمل موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، يذكرون أنه جاءه رجل طرق بابه، فتح الباب، نعم، قال مسكين يعني يطر يطلب مالا، فقال علي رضي الله عنه انتظر. يقول علي وأنا أذكر أن عندي بعض الدراهم لكن لا أدري أين وضعتها، عند خزينة ولا عند هذا، ما أدري وين أحطها، دراهم معدودة. فبينما علي يبحث عنها هذا استبطأ، رأى أن علي تأخر عليه، فخرج يعني انصرف، ثم التف وجد فرس علي رضي الله عنه وإذا عليه لجامه، فسرق اللجام، هو يبي شيء فسرق اللجام. بعد فترة علي وجد الماء، يعني وقت الله أعلم دقائق كذا، وجد الماء، خرج ما وجد الرجل. ثم جاء خادم علي وقال له إن أحدا أخذ اللجام لا أدري أينه. فقال علي لا بأس، خذ هذه الدراهم التي وجدها، اشتر بها لجاما إن وجدت. فذهب إلى السوق هذا الخادم، وإذا الذي سرق اللجام يبيعه في السوق، هو لا يريد اللجام، يريد المال الذي سيحصله من هذا اللجام، فوجده يبيعه، عرض عليه كم تبيع، المهم اشتراه بالدراهم التي عند علي، لنفرض أنها 7 دراهم، هذا اشترى باع اللجام 7 دراهم، أعطاه الدراهم وأخذ اللجام. فرجع إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقال له يا أمير المؤمنين وجدت رجلا يبيع هذا اللجام وهو اللجام فرسك يعني مسروق. فقال علي صف لي الرجل، فوصفه له، قال سبحان الله، هذا جاء وطرق علي الباب يريد مالا وكنت أبحث له عن المال لكنه لم يصبر فسرق اللجام ثم باعه فأخذ الدراهم، والله لو صبر لأخذها بالحلال ولكنه لم يصبر فأخذها بالحرام. فالآن اللي تشوف عنده مال كثير جدا لأنه اشتغل بالحرام، لا، هو مكتوب له هذا المال، لو اشتغل بالحلال سيصيبه هذا المال. وإذا نجد أحيانا حمل في بطن أمه وارث، مات أبوه أو مورثه وهو في بطن أمه، يخرج إلى الدنيا يملك ملايين، لماذا؟ مكتوب، أرزاق مكتوبة، أرزاق مكتوبة، سواء سعينا لها بالحلال سعينا لها بالحرام ستصلنا هذه الأرزاق. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر، يعني حابس نفسه عليها ليقتطع بها مال امرئ مسلم، يعني يأخذ مال الناس بالباطل، هو فيها فاجر كذاب فقط لأجل هذه الدنيا، لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا حظ لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب أليم. الله المستعان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. هنا قوله أو النبي صلى الله عليه وسلم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه قاعدة شرعية، أي إنسان مدعي يحتاج إلى بينة. ما هي البينة؟ إما أن تكون هذه البينة شهود، وإما أن تكون هذه البينة إقرار يعني اعتراف، وإما أن تكون هذه البينة ظاهر الحال، وإما أن تكون هذه البينة قرائن تدل على ذلك، وإما أن تكون هذه البينة
يعني شيء يظهر للقاضي يعني يختبر بها الناس، وهنا يطلع يخرج لنا اللي هو فراسة القاضي. وذاك القضاء غير إنه يعني يدرس، إنه موهبة من الله تبارك وتعالى. فالمهم قال: ولكن البينة على المدعي. أي أحد يدعي دعوة يحتاج إلى بينة. طيب المدعى عليه يحتاج إلى يمين، هذا ما عنده بينة، ما ظهرت البينة، يقول احلف إن ليس له شيء عندك. قال: والله ليس له شيء عندي، توكل على الله، خلاص ما عنده بينة، انتهى الأمر. فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. ذكر أهل العلم أن البينات لها يعني خمسة أحوال. الحال الأولى مثلا الإقرار، وهو الاعتراف، يقول أنا أطلبه 1000 دينار ولم يعطني إياه، فيلتفت إليه القاضي فيقول له: هل له عندك 1000 دينار؟ فيقول نعم. هذه بينة، إقرار، أقر بذلك. أو تكون البينة ورقة بينهما، فهنا أيضا تقبل هذه البينة. أو تكون هذه البينة عبارة عن شهود، شهود يشهدون بهذا، شهود حضروا الحادثة سواء كانت بيعا سواء كانت قرضا، اللي يكون حضر هؤلاء الشهود فيأتون ويشهدون، هذه أيضا بينة. البينة أيضا قد تكون يعني ظاهر الحال، ظاهر الحال يدل على أن هذا كذاب وهذا صادق، ظاهر الحال. كيف؟ واحد لابس عقال وماسك بيد عقال، والثاني بدون عقال، وهذا يقول عقالي وهذا يقول عقالي، ظاهر الحال لمن؟ اللي ما مو لابس عقال. نعم، ما هي من العادة أن الإنسان يخرج لابس عقال وماسك عقال، أو لابس بشت وماسك بشت، أو لابس عباءة وبيدها عباءة. فظاهر الحال أن العباءة لمن ليست لها عباءة، والعقال لمن ليس له عقال، والبشت اللي هو أيضا عباءة للرجال لمن ليس له عباءة، هذا هو الظاهر. لو اختلف خياط ونجار على منشار، هذا يقول المنشار لي وهذا يقول المنشار لي، عادة المنشار للنجار أو للخياط، البينة تقول أو نعم البينة ظاهر الحال أنه للنجار، ماذا يصنع الخياط بمنشار؟ ولذا قال الله تبارك وتعالى مثلا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. بنى هذا الأمر على أنه قيل له إن قميص يوسف قد شق أو قد، فقال ينظر في القميص من قبل أو من دبر، إن كان من قبل فهي كانت تدافع عن نفسها فشقت قميصه، وإن كان من دبر فهي ذا اللي لحقت به وجرت قميصه فشقته. فالقصد هنا هذه أيضا يعني قرينة تظهر للقاضي. كذلك قصة نبي الله سليمان أساسها وهي قصة مشهورة في الصحيح صحيح البخاري، لما جاءت امرأتان لداود عليه الصلاة والسلام ومعهما طفل، وكل واحدة تقول هذا طفلي، والثانية تقول طفلي، وهذه تقول طفلي رضيع، يعني لا يستطيع أن يعرب، يقول هذه أمي أو هذه أمي. فكل واحدة تكلمت أبدت بحجة، وذلك أن هذه ولدت الآن وهذه ولدت الآن، فجاء الذئب وأخذ طفل إحديهما، وكل واحد تقول الذئب أخذ ابنك، وهي تقول لا الطفل أخذ ابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام، سمع داود من هذه ومن هذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له مما أسمع. فسمع داود من المرأتين فرأى أن الكبيرة هي صاحبة الحجة، فحكم به للكبيرة. وكان سليمان حاضرا عليه السلام، فقال لأبيه داود: يا أبتي تأذن لي أن أحكم بينهما؟ قال افعل. فقال سليمان عليه السلام: أنا أرى أن الدعويين متساويتان، يعني ما في دليل، ما في بينة، ما في
ما في قرينة، ما في أي شيء يدل على أن الطفل الذي أخذ ابن هذه أو ابن هذه. أرى أن الدعوين متساويتان، ولذا أرى أن نقطع الطفل بالسكين نصفين، فهذه تأخذ نصفا وهذه تأخذ نصفا. فقالت الكبيرة: افعل يا نبي الله. صح، راضية وسيموت الطفل. قالت الصغيرة: لا، بل هو ابنها. قال: بل هو ابنك. ما الدليل؟ استدل بشفقة هذه المرأة على الطفل وعدم شفقة تلك المرأة على الطفل، فعدم شفقتها دليل أنه ليس ابنا لها، وشفقة الثانية الصغيرة دليل على أنه ابنها. فحكم به سليمان للصغيرة، هذه قرينة أخذها نبي الله سليمان. كذلك من القرآن كما ذكر أهل العلم أن تكون هناك يعني حال معروفة، حال معروفة، كان يكون أحدهما قد عرف بالكذب والثاني عرف بالصدق والأمان عند الناس. هذا فاسق فاجر معروف بالكذب والسرقة أو الزنا أو شرب الخمر، غير مستقيم أبدا، والثاني عرف بالاستقامة، هذه أيضا يعني ظاهر الحال تظهر أن هذا أصدق منه، أن هذه قرائن. لكن هل على كل حال تكون اليمين على من أنكر؟ يقول الإمام مالك: ليس على كل حال يطلب اليمين ممن أنكر، ليس على كل حال يطلب اليمين ممن أنكر، بل أحيانا لا يطلب منه اليمين. لماذا؟ يقول: حتى لا يستغل الفساق الوجهاء. يعني لو جاء إنسان يعني ظاهره الفقر مثلا، ثم جاء يشتكي على رجل غني، خلنا نقول الحين مثل عندنا يعني مليونير، وجاء وقال: اقترض مني 2000 دينار ولم يردها لي. صعبة أن هذا صاحب الملايين يقترض منك أنت أيها الفقير 2000 دينار، خاصة نحن نتكلم أن صاحب الملايين هذا رجل صالح، ليس مثل من يأكل أموال الناس بالباطل، ليس من يغش ويسرق، لا لا، رجل عرف بالصلاح، عرف بالنفقة، عرف بالبذل، يبني مدارس، يبني مساجد، يساعد الفقراء. هل مثل هذا يسرق 2000 دينار من هذا؟ صعب جدا. فلو ادعى هذا على هذا التاجر وقال: سرق مني أو اقترض مني 2000 دينار ولا مردها لي، قالوا له: ما البينة؟ قال: ما عندي بينة، نسيت أن أكتب. حلفوا ليحلف أنه لم يأخذ مني 2000 دينار. يقول مالك رحمه الله تعالى الإمام، يقول: لا يحلف. لماذا لا يحلف؟ يقول: حتى لا يستجرئ هؤلاء يعني الفقراء وكذا على هؤلاء الغنى أن يحرجونهم، لأن حتى لو حلف سيخرج غدا يقول: إيه نعم حلف كذب، والناس ممكن تصدق والله الغني هذا حرق باقي هالفقيرة، وفي ناس إلى اليوم تفعل مثل هذا الأمر. فهذا الغني مثلا يشتري سمعته، فيقول: لا أحلف، أعطوا 2000 خلاص يلا فكنا من شرك، ويعطيه. فيستغل الفقراء غير السويين غير الأتقياء الذين لا يخافون الله، يستغلون هؤلاء الأغنياء، يقول: لا أحلف أمام الناس أو أمام القاضي وكذا، فيمتنع عن الحلف لمثل هذه الأمور. فهنا تطلب منه البينة. إذن ليس على كل حال تطلب البينة من الأغنياء. وأنا أذكر قصة أنا لم أحضرها طبعا، لكن يحدثنا بها الكبار رحم الله الأموات منهم والأحياء، يحدثنا هؤلاء الكبار أن تاجرا في الكويت في سوق شو اسمه لا زي سوق الجت وكذا، زي سوق السلاح هناك، فصوب سوق الغرب اللي وكذا، المهم تجار القدماء. فيأتي أهل البادية من باديتهم فيشترون ما يحتاجون إليه ثم ينصرفون وهكذا، وعلاقة طيبة. فجاء رجل من البادية إلى أحد هؤلاء
ونعرف أسرته، لا بس نذكر الأسرة، يعني أسرة كريمة إن شاء الله تعالى، أسرة الروضان. فجاءه فقال له اشترى، باع أشياء، هذا الأعرابي البدوي باع أشياء وصار عند المال وخايف على المال لا يضيع منه. فذهب إلى هذا ولد الروضان فأعطاه المال، قال ليكن عندك أمانة، آتي السنة القادمة وأخذه منك، أي ليشتري حاجاته الآن السنة القادمة. فقال له أبشر، فأخذ منه هذا المال ووضعه عنده. ثم بعد سنة جاء هذا البدوي، عفوا هو ما أعطاه ولد الروضان، أعطاه المهم أحد التجار. فجاء هذا البدوي بعد سنة فجاء إلى ولد الروضان، فجاءه وقال له أين المال الذي أمنته عندك؟ قال أي مال؟ قال أنا العام الماضي أمنت عندك مبلغا قدره كذا كذا كذا. قال لا أذكر، ما أذكر أنك أمنت عندي شيء. فرفع صوته البدوي، قال تاكلني، تاخذ مالي، تسرقني. قال اهدأ، كم المال الذي لك؟ قال كذا. قال اصبر شوي، فتح الخزينة أخرج له القدر الذي قاله، نقول مثلا 1000 ربية 500 ربية المبلغ اللي يكون، أخذ 500 ربية وسلم هي، قال تفضل. فهذا أخذ فلوسه زين وانصرف. لما مشى قليلا دخل السوق، السوق صغير يعني محلات صغيرة جدا دكاكين، فمر وشاف التاجر اللي مسلفه اللي مخلي الفلوس عنده وليس ولد الروضان، مضيع هو البدوي مضيع. فشاف التاجر الثاني قال السلام عليكم. قال يا هلا ومرحبا حياك الله، ها جيت؟ قال أنا حاط عندك أمانة. قال لي موجودة الأمانة، تبيها الحين؟ ويضيق صدر البدوي، قال شو سويت أنا بهذا؟ شلون عطاني هذا؟ أنا ما حطيت الفلوس عنده، عطاني الفلوس. هذا قال أمانة عندك؟ قال لي عندي، تبيها الحين أعطيك إياها؟ ضاق صدره ويرجع حق التاجر ولد الروضان، قال له يا أخوي سامحني، أنا اشتبه أمانة من أهل الديرة واشتبه علي وظنيت أني معطيك، لكن أنت عطيتني الفلوس، تفضلي بهذه الفلوس، فلوسي موجودة وجزاك الله خير وما قصرت. قال خير إن شاء الله، خذها وحطها بالتجوري. فجاء بعض الناس اللي سمعوا، لأن السوق صغير وخلنا نقول فيه ناس وكذا، فجاءوا حق ولد الروضان قال له أنت مو مسلفة؟ قال لا والله مسلفة، خلي فلوس عندك. قال والله خلي فلوس، أول مرة أشوفه. قال زين ليش عطيته؟ أجل قال أشتري سمعتي، أشتري سمعتي. ففي ناس مستعدين يشترون سمعتهم لو بذلوا الأموال، فحتى لا يستغل من لا يخافون الله مرضى القلوب، حتى لا يستغلوا التجار الأتقياء. فلذلك قال الإمام مالك ليس كل من ادعي عليه يلزمه اليمين. وأنا كنت باخذ حديثين اليوم الليلة، سبحان الله أخذنا الكلام فالظهر ما ندرك، يكفي هذا الحديث الواحد. وأشكركم وأسأل الله تبارك وتعالى يحفظنا وإياكم ويوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.